حرائق فرنسا خارجة عن نطاق السيطرة. تستعر الحرائق بالقرب من الريفيرا الفرنسية المستمرة منذ الاثنين الماضي. السلطات أعلنت عن سقوط ضحايا، كما أجلت أكثر من 7000 شخص من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة. ورغم تكثيف جهود الإطفاء، غير أن الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط تغذي النيران، مما يصعب إخماد الحرائق. في اليونان لم تكد البلاد أن تخمد مئات الحرائق مع اجتياح البلاد موجة حر غير مسبوقة، حتى تسبب حريق هائل شمالي غربي العاصمة أثينا من تدمير مساحات كبيرة من غابات الصنوبر لليوم الثالث على التوالي. هناك يكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق بمساعدة المروحيات. قرى قريبة من الغابات تلقت أوامر بالإخلاء. ومع استمرار هذا الحريق الأخير، استنفدت الحكومة قدراتها، مما دفعها لطلب مساعدة دولية. وبالفعل تعاونت نحو 20 دولة مع اليونان لإخماد موجة الحرائق التي تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة.